يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بدن فرعون موجود إلى اليوم؟ هل بدن فرعون موجود إلى اليوم بدليل قوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ ما قال يقول ننجيك ببدنك، ما قال تبقى، ننجيك علشان يشوفون، لأنهم يقولون ما مات، الله أخرج جثته من البحر لأجل يعرفون أنه مات. نعم.